حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. سجل معدل التضخم في العراق انخفاضا طفيفا بنسبه 0.7% خلال شهر اذار بحسب وزاره التخطيط في العراق. أضافت الوزارة أن معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا بنسبة 5.3% خلال شهر آذار من العام الحالي مع الشهر نفسه من عام 2022، عازية انخفاض معدل التضخم خلال شهر آذار المنصرم إلى تأثره بانخفاض أسعار عدد من المجاميع السلعية. قال تحالف اقتصاديون إن تخفيض سعر الصرف في العراق متزامن مع هدر 10% من تعزيز أرصدة الخارج، تذهب عمولات إلى مصارف خارجية وداخلية وهي تساوي 18 مليون دولار يوميا. بيّن التحالف الاقتصادي أن السعر المخفض للدولار مقابل الدينار وهمية وأن السعر سيزداد عند توقف التعزيز، مضيفا أن أدوات البنك المركزي في تغيير سعر الصرف هي انفعالية وغير مدروسة ووقتية ونسبية، ويصل الهدر فيها إلى 10% من تعزيز أرصدة الخارج تذهب كعمولات بحسب التحالف. استبعد خبراء اقتصاديون تطبيق سلم الرواتب الجديد خلال المدة المقبلة في العراق، وعزى الاقتصاديون استبعادهم لما يتطلبه تطبيق السلم من إضافة تريليونات الدينارات كتخصيصات مالية للموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون، مؤكدين أن هذا لن يحصل لا الآن ولا حتى في السنوات القادمة، مؤكدين في الوقت عينه أن سلم الرواتب لن يطبق إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار أو انخفض سعر صرف الدينار إلى 2000 دينار مقابل الدولار الواحد. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وبحسب الاستطلاع فإن موارد الخليج ستتأثر بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج. وارتفعت أسعار النفط بنحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى لها هذا العام عند حوالي 70 دولارا للبرميل في شهر آذار الماضي، إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، سينعكس سلبا على دول الخليج العربي التي تعتمد بشكل كبير على النفط. وفي خبرنا الأخير، قال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي نادر البصلان، قال إن الوزارة تهدف لرفع عائدات السياحة في عام 2028 إلى 100 مليار دولار. وأوضح الوزير التركي أن بلاده ستتخذ حاليا خطوات سريعة وموثوقة لتصبح واحدة من أكثر الدول طموحا في السياحة العالمية، مضيفا أن واردات القطاع في العام الماضي بلغت 46 مليار دولار. ولفت الوزير التركي إلى أن 46 مليار دولار هو مستوى قياسي بعد جائحة كورونا، معربا عن أمله في أن تكون المنطقة الشرقية في تركيا مركز جذب للسياح في الوقت القريب. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.